معنا مباشرة من الدار البيضاء الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي والحقوقي. أستاذ طبيح، نود أن نتناول معكم الجانب الحقوقي وما قام به الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في مجال الدفاع عن العدالة والحريات. مساء الخير. مساء النور أستاذ. نودع اليوم جميعا أخا كبيرا ومجاهدا في كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، سواء كانت على الصعيد المغربي أو على الصعيد الدولي. عرف الرجل بإماتته في الدفاع على كل ما يتعلق بالإنسان من حريات، لم يبخل على بلده بكل المجهودات التي كان يبذلها، والذي حضر في كل المحطات الكبرى التي عرفتها بلادنا منذ بداية الاستقلال إلى اليوم. الرجل الذي وضع مصالح الوطن أولا، ولم يكن في أي مرحلة من مراحله يفضل وطنه، يفضل شيئا آخر على بلاده ولا على وطنه. لهذا كانت مبادرته القوية في المساعدة على الانتقال الذي عرضه المغرب تلبى طلب جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني لأجل أن ينقل المغرب من مرحلة إلى مرحلة. ونحن في الاتحاد الشراكي كلنا نتذكر تلك الاجتماع في تلك اللجنة المركزية التي أتى لي ينقل فيها الحزب وينقل فيها كذلك الوطن، لكن أنه في جميع تحاليله ومواقفه وإجراءاته كان دائما يضع الوطن أولا قبل أن يفكر في أي شيء آخر، وترجم ذلك بقوة في انتخابات 2002 بعدما حصل آنذاك الاتحاد الشراكي على المرتبة الأولى، ولكن لم يتشبت بالكرسي ولم يضع منه قضية دولية ولا وطنية، وإنما وضع قضية الوطن هي الأولى. عبد الرحمن اليوسفي ودعنا اليوم وهو رجل مرتاح، أعطى لبلده ولوطنه ولأفكاره ولأخلاقه كل ما يمكن أن يعطيه أي إنسان كيفما كان. رحم الله السيد عبد الرحمن اليوسفي وأسكنه فسيح جناته. المحامي الحقوقي عبد الكبير طبيح، شكرا جزيلا لك.